Brothers and sisters wa, rahmatullahi wa barakatuh. welcome to the award ceremony for the 4th annual Quran competition hosted by the Muslim American Society yes that's clap for that that's nice 4 years running mass has held this wonderful competition bringing some of the most talented voices some of the most talented readers here to the city of chicago to perform or to recite in front of an esteemed panel of judges and tonight we'll be presenting to you the winners of this great contest <laughs> my name is samuel kashawi and i will be your host for this quran competition tonight i will turn the microphone over to al qara al sheik mohammed jibreel please give him a warm welcome <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم The Mass Quran Institute which is Responsible for putting this competition together for you all, is uh, well known and well respected around the community for doing a lot, including empowering and enriching the youth through Quranic studies and Quranic education. Here to speak with us today is the director of the program, Al Ukht, Um Yasser Maisa Al Nuri. Alhamdulillah, Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Wa خير البشريه واشرفهم الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسابقه القران الكريم ثمره من ثمار معهد ماس لتحفيظ القران فمن فضل الله البر الرحيم ان اذن لنا بتكريم الفوج الرابع لحفظه القران الكريم لهذا العام هذه المسابقة ثمرة نعتز بها ونحمد الله أن شرفنا بتعهد إدارتها والإشراف عليها. ولمعهد ماس برامج متعددة ومتنوعة أعرض عليكم بعضها. أبدأ برنامج براعم الأمل وبرامج القرآن حيث يتربى الطفل بعمر البرعم على القرآن وتعاليمه وآدابه منذ نعومه الاظافر وحتى قبل النطق الجلي مع الاهتمام لجميع المهارات التربويه والحياتيه المرجوه لهذه الفئه العمريه برنامج اعمار حيث يتابع مسيره البراعم من الحفظ والفهم والتطبيق مستندا منهجه على الالفات الاربعه افهم اقرا احفظ اعمل. اما برنامج قراني مشروع حياتي والذي سترون اليوم باذن الله بعض خريجي المسابقه من طلاب هذا المشروع فهو برنامج يهتم بتخريج حفظه خلال خمس سنوات هدفه التخلق والتعلق. برنامج صاحب القران حيث العلائق الحميمه، علائق الود والحب والصحبة بين الطالب وكتاب الله لتنمو الصحبة وتنمو ومن ثم تنتج خير أمة أخرجت للناس ولقد كرمنا الله بالاحتفال بتخريج عشر طلاب لهذا البرنامج منذ أسبوعين فقط تكبير قسم علوم القرآن حيث علم التفسير والتجويد والإجازات وبرامج التلاوة لجميع الأعمار هذا عرض قصير لبعض برامجنا ولدينا المزيد والمزيد ولكن ما يخص او اهم ما يميز برامج معهد ماس لتحفيظ القران الا وهو اننا نعنى او تعنى بالتربيه والتطبيق وغرس حب كتاب الله في قلب الطالب ليكون منهج حياته وليكون القرآن البوصلة التي لا يستغني عن استخدامها حتى يكون هاديا ودليلا له في مسيرة حياته. ذلك كله تحت شعار قائد اليوم، قارئ ومصلح الغد. وأخيرا وليس آخرا أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضل الكبير وراء مشروع مسابقة القرآن مدير المسابقة الأخ الدكتور مناف كتانا وأيضا أوصل الشكر إلى فريق التحكيم من المشايخ والأئمة وأخواتنا الشيخات الفضليات والشكر موصول لكل من ساهم في هذا الإنجاز وللأهل الكرام الذين ساعدوا فلذات الأكباد ليسلكوا الصراط المستقيم ولقادة المستقبل خير من أخرج للناس هؤلاء الحفظة إلى الجميع جزاكم الله خيراً

بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في قمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا صدق الله العظيم. تكبير. Takbir Takbir On behalf of the Mass Quran Institute, we would like to bestow a gift to our young friend Yunus al Gharbi. Please welcome Dr. Manaf al kattani Mashallah, that is a voice I wish I had. Now in the Qur'an, Allah subhanahu wa says, This is the kind of place, the kind of space for which one should really aspire. Here, to remind us of the value of this beautiful message, is the competition chairperson who you just met, Dr. Al-Katani, I'm sorry. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن استنى واهتدى بهديهم الى يوم الدين في الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله اهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال اهل القران اهل الله وخاصته قال ابن الجزري وانهم في الناس اهل الله وان ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القران وكفى بانه اورثه من اصطفى بعد اربعه ايام من العمل المتواصل ومن الجهد المضني وشهرين من التحضير وصل بها الليل بالنهار حتى نبلغ هذه اللحظه الاخيره وقفنا هنا اليوم لنكرم اهل القران وهم اهل الله وخاصته لحظات تسطر فيها المشاعر بالاعتزاز والفخر بهذا الغرس القراني ان الله يغرس لهذا الدين غرسا يستخدمهم في طاعته فلك الحمد ربنا يا ربنا على ما اوليتنا به من نعمك وعطائك وعظيم كرمك وجودك في الاولى والاخره ومن فوق منبرنا هذا اتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا العرس القراني جاليه وحكاما ومتسابقين وضيوفا واخص بالذكر منهم الهيئه العالميه لتحفيظ القران الكريم وامينها العام الدكتور عبد الله بصفر ومندوبه الشيخ احمد يسلم باتياه والاخوه الافاضل رائد بدير ابو محمد ومالك المساد وعبد الحميد ابو غوش والشيخين امين العلي واحمد الشيخي والدكتور رابح سلامه والاخت المعطاء ام ايمن ليلى النجمي والاخت ام ياسر فجزاكم الله خيرا ولا انسى بعد ذلك ان اتقدم بجزيل الشكر للاخ مالك احمد علي والاخ حسين عطاه رئيس المؤتمر فجزاكم عني وعن المسابقه خير الجزاء وجزيتم خيرا This kind of operation involves many moving parts. A lot of leaders, a lot of community advocates, a lot of organizers had to come together to make this competition happen. And of course, a lot of participants. will get to them, inshallah. But for now, I'd like to introduce you to some distinguished guests who will be the ones presenting tonight's awards. They are the following. Al-Sheikh Muhammad Quraym Rajah, who is an esteemed qari from Syria. Al-Sheikh Ahmad Yaslam Bataya, a delegate of the International Committee for Quranic Memorization, Al-Sheikh Muhammad Jibril, who you are already acquainted with, Al-Sheikh Amin al ali who represents the Islamic Community Center of Illinois and is the sheikh there, and Al-Ukht Maisa Anuri, al who once again directs the Masqueran Institute. Dr. Manaf Al-Kattani will be joining them. I'll also, Please clap. Please clap. These are our distinguished guests. Absolutely. أريد أيضاً أن أدرك المؤسسين التاليين هم 13 هذا ممكن المؤسس الرئيسي الشيخ أمين العلي المؤسس الرئيسي الشيخ عباس إبراهيم الدكتور محمد النجار الشيخ أحمد الشيخي الشيخ إبراهيم الدردساوي الشيخ عبد الرازق الغوابي الشيخ خالد الروبي الشيخ حسام شبارة الشيخ مصطفى مفتاح الأخت إيمان علي الأخت غدير نحوي الأخت إلهام إتمي الأخت إناس أبو ناصر May Allah bestow his greatest blessings on these scholars and on these community advocates and may he continue to make them the guiding lights of our ummah. So I just got scolded a little for going a little bit too fast. This is a work in progress. Forgive us. So now you know all the names of the individuals who were instrumental in the judging process. What we're going to do now is show them a token of our appreciation. I will be saying the names again. You will be given an opportunity to express your admiration, your congratulations. I will have to go through this list once more. Bear with us, please. To begin, Al Sheikh Muhammad Krayem Raja. We also have Al-Sheikh Ahmad Yaslam Bataya. <laughs> to his left, we have Sheikh Muhammad Jabril. <laughs> A smiling face we are all familiar with, Al-Sheikh Amin Al ali We also have Al-Ukht Maisa Al-Nouri. And we also have, of course, Dr. Manaf al Qatani. This wouldn't have been possible without his efforts. <laughs> again, the shiuch who are once again responsible for judging tonight's or this evening's uh, award ceremony and the participants. The head judge, Al Sheikh Amin Ali, once more. <laughs> Deputy judge, Al Sheikh Abbas Ibrahim.

Then, of course, we have our esteemed sisters. I'll move to this side now. Al Ukht Iman Ali. I want to hear louder cheers. These are the mothers of our community. Al Ukht Ghadir Nahwi. We wouldn't be here without them. Al Ukht Ilham Itmi. Al Ukht Inas Abu Nasr and these are your judges for this year's competition big round of applause you're going to come up yeah you're going to be next now i mentioned his beautiful smile earlier but we also know him for his charisma his very wise attitude he is sheikh Amin ali to say a few words to you, Thank you. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ابتداء تقدم بالشكر الجزيل لاخواننا في هذه المؤسسه المباركه اداره وتنظيما على راسهم الاخ حسين عطا والدكتور احمد والاخوه جميعا والجندي المعلوم الاخ مالك عوده واخواني كذلك الذين شاركوا معي في هذه المسابقه المباركه والتي انطلقت كما اشار بعض الاخوه قبل اربع سنوات وكانت هي في البدايه فكره ان تكون هناك مسابقه للقران الكريم على مستوى امريكا الشماليه من فضل الله سبحانه وتعالى والفضل اولا واخرا له سبحانه وتعالى انها سائره بخطى واثقه في كل سنه نتطور ونتقدم الاخ الذي قرأ القرآن قبل قليل كان احد المشاركين لكن للاسف لم يكن احد الفائزين وهو فائز لكن لم يكن من الذين وصلوا الى المراحل المتقدمه في المسابقه، لتعلموا جميعا ان هذه المسابقه في تقدم من فضل الله عز وجل، وقد ذكرت قبل اربع سنوات اننا في خطتنا في عام 2020 ان شاء الله سيكون في هذه الولايات المتحده عشرين ألف حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى ونحن سائرون وبإذن الله عز وجل سنحقق الهدف وبعد أربع سنوات فقط إن شاء الله إن سرنا بالخطى التي نسير فيها سيكون هناك مؤتمر خاص لكتاب الله عز وجل مؤتمر خاص لمسابقة القرآن الكريم وهذا لن يكون بعيداً إن شاء الله لكن نحتاج إلى جهود الجميع أتقدم بالشكر الجزيل الى جميع من ساهم في انجاح هذه المسابقه واخص بالذكر ليس تحيزا جاليه النورث في شمال شيكاغو اشكرهم شكرا جزيلا على دعمهم المتواصل لهذه المسابقه اينما ذهبنا وحللنا في ديارهم الا وشاركونا الاجر شكرا لكم جميعا بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير والعام القادم لنا لقاء اخر ان شاء الله ومع حفاظ جدد ومع اناس متنافسين جدد جزاكم الله كل خير وصلي اللهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Just a few more words before we get into the actual uh decision making process. Like actually I have the results right here but I'd like to introduce to the to the microphone Al Sheikh Ahmed Yassalam Baatiya who is our, one of our international dignitaries who has a few words of wisdom, a few pearls he'd like to share with this community. تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها الحفل الحضور جئتكم من بلاد الحرمين موفدا من الهيئه العالميه لتحفيظ القران الكريم التي يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر حفظه الله تعالى. هذه الهيئة العالمية تعمل خارج المملكة العربية السعودية في حلقات القرآن الكريم، المعاهد القرآنية، المعاهد القرآنية للقرآن والقراءات والإجازات، رعاية شؤون الحفاظ بعد تخرجهم من الحلقات ليواصلوا دراستهم في شتى بقاع الارض في جميع التخصصات ولله الحمد بلغ عدد الدول التي تعمل فيها الهيئه العالميه سبعون دوله في العالم عدد الحفاظ اكثر من عشرون الف حافظ مجاز ولله الحمد الهيئه العالميه تعمل في كل دول العالم من امريكا اللاتينيه الى امريكا الشماليه الى اسيا الى اوروبا الى كثير من الدول ولله الحمد ايها الاخوه الكرام كتاب الله عز وجل محفوظ بنا او بغيرنا شرفنا الله عز وجل شرفنا الله عز وجل ان نخدم هذا القران وان يحصل لنا الشرف في خدمه القران الكريم يقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون We're going to move on ahead into the announcements of the winners. We have five categories here. But for the next 10 seconds, I want you to remember this point that each of the individuals you will see before you today, they can be mothers, some were fathers, some were students, young children, others were young adults transitioning into the workforce. Despite their worldly circumstances, each of them found within themselves the discipline and the energy to commit themselves to the Holy Book to perfect their memorization that is absolutely beautiful so let us remember that let us keep that in our minds as we announce the names today and let us be proud of our community's great accomplishments so without further ado let us begin with those who memorized three ajza. the first or the third place winner we will begin is abdullah wazwaz In second place, Maki Al -Sheikh. And in first place, for this category, Salma Kamdi. Our next category is for Hamas Ajza, five Juzut. In third place, Muhammad Bashir Osman, Muhammad Bashir Osman. In second, Amar Abbasi, and in first place, Judy Leah. I want everyone to get a good look at this. mashallah. absolutely wonderful the next round of winners are for the fourth of the quran a whole fourth of the quran that is seven and a half juz' mathematically in third place khadija habib in second place duha hamayel And in first place, for a fourth of the whole Quran, Rania Mesdi. Some observations are very clear. The women definitely do better than the men in the Quran competition, it seems. Let's give the sisters a great big round of applause. Brothers, that means we have competition next year. The next category is for half of the Quran. A whole half. Now I'm being told to slow down, so let's contemplate on a half of the Quran. How many pages that is? How many ayat that is? How many beautiful ideas and pearls of wisdom are in those pages? We are in the half Quran. Half Quran. Nasr Quran. In third place, Majida Hussein. In second place, Abdul Mu'iz Malamar. And in first place, for a whole half of the Qur'an, Abdullahi Abdu'l-Aziz. Allah. The fifth and final category is, of course, the whole Qur'an. A feat that is very rare in our communities, but one that we all aspire to reach, inshallah when i get the signal we will proceed in third place for this whole quran memorization awesome abu zaid In second place, Asma Ahmed. By request of all the judges on the stage tonight, I ask that each and every one of you, if you can, please stand up for this announcement. Stretch, get the blood flowing. This is a big announcement. The winner of the fourth ever mass Quran competition. Are we ready? Audience, are you ready? <laughs> Ahmad Aden. <laughs> Takbir. 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 Masha'Allah, Masha'Allah. So young, Masha'Allah, and already a beacon of hope in our beautiful community. Now it's time for some excitement. As the stage clears out, I ask that the winners remain on stage as Yahya Hawa comes to and performs a beautiful nasheed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله نسأل الله نتقبل إن شاء الله من الجميع حتى نبدأ مع بعض بس بدنا الجميع يردد معنا كلمة كتاب الله كتاب الله يهديني مستر إبراهيم without without music لايف كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني كتاب الله آه كتاب الله يهديني كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني، ويمنحني ويعطيني جنى دنياي والدين، كتاب الله يهديني ويحفظني ويحميني، ويمنحني ويعطيني جنى دنياي والدين، كتاب الله. كتاب الله، كتاب الله يهديني، كتاب الله. كتاب الله يهديني، كتاب الله أحياني، وأسعدني بإيماني، به مولاي ناداني، بطه أو بياسين. كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني به مولاي ناداني بطه أو بياسين كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني كتاب الله كتاب الله يهديني فهيا نملأ الدنيا بنور كتابنا هيا ونتلوه لكي نحيا هداة للملايين فهيا نملأ الدنيا بنور كتابنا هيا ونتلوه لكي نحيا هداة للملايين كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني أعلى أعلى بدنا نختم مع بعض كتاب الله الجميع مع بعض يلا كتاب الله كتاب الله كتاب الله يهديني